كرة الحاملة بكل مشاهدينا الكرام، وتحية خاصة الذين انضموا ليتابعونا فيما تبقى من هذه الحلقة من صباح الشروق، وضربة البداية دائما في النصف الثاني بالأخبار السياسية الواردة على موقعنا على الإنترنت الشروق.net. معنا داخل الاستوديو الأستاذ الشيخ يوسف الحسن، رئيس تحرير موقع الشروق.net لتحليل أهم الأخبار اللي وردت صباحا على موقع الشروق.net. أهلا ومرحبا بك أستاذ الشيخ، صباح الخير عليك. صباح الخير عليكم وعلى مشاهد الشروق في كل مكان. نبدأ معك أول أخبارنا في هذه الجولة، حظر تجوال في مدينة بورت السودان إثر اشتباكات قبلية. أعلنت حكومة ولاية البحر الأحمر شرق السودان يوم الاثنين حظر تجوال في مدينة بورت السودان بين الخامسة مساء والخامسة صباحا على خلفية اشتباكات قبلية اندلعت أثناء لقاء جماهير لاستقبال نائب رئيس الجبهة الثورية رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة الأمين داود. وأرجعت سلطات الولاية التصديق للقاء الجماهيري يوم الأحد لدواعي أمنية ولمزيد من التنسيق لتقوم بالتصديق له يوم الاثنين. ونقلت الأناضول عن شهود عيان إن القوات النظامية أطلقت عيرة نارية في الهواء بعد إحراق مركبات عامة في بورت السودان قبل أن يسودها الهدوء، ولم تتضح على الفور أطراف الاشتباكات ولا إن كانت توجد خسائر بشرية أم لا. يعني هذا الأمر تكرر في ولاية البحر الأحمر، نتابعه بقلق شديد، يعني نتمنى السلامة بداية لكل أهلنا في ولاية البحر الأحمر، ونؤكد أنه إحنا يعني كلنا كشعب سوداني وكإعلاميين ندعم السلم الاجتماعي يعني في ولاية البحر الأحمر وفي كافة الولايات. بريطانيا أيضا أعتقد أن واحدة من الصحف صدرت تقرير تحدثت فيه عن أنه السياسة القبلية واحدة من الإشكالات التي تعاني منها ولاية البحر الأحمر. صحيح، هي ولاية البحر الأحمر ظلت لفترة طويلة تحدث فيها احتكاكات قبلية وحديثة، حتى في يعني حتى في الحكم السابق برضو حصلت احتكاكات وكذا، وهي أصلا الآن رغم أنه لم يخرج في الإعلام حتى الآن أي معلومات يعني عن ما الذي حدث وما الذي تسبب، وناس بعض ناس الجبهة الثورية أشاروا يعني انت بس بكل ارتياح بتشير للنظام السابق وترتاح، وانا اظن النظام السابق ذهب وله ما كسب ولنا ما كسبنا ونحن مسؤولين الليله عن الاحداث. لكن حتى في حوار بين الوالي والأمين داود عن انه الوالي هو كان يعني اجل الموضوع لانه شعر ببدايه احتكاكات، لكن خلينا نتكلم بوضوح ما هو الأمين يعني مناطقيا هو ينتمي لمناطق كسلة أو كده أو جهويا وكده، ودائما في كتلتين الأساسيات لأهلنا البجاء، واحدة مرتكزة في كسلة واحدة مرتكزة في البحر الأحمر، فبيكون احتمال كبير يكون وراء الموضوع ده مثل هذه الأشياء، لكن نتمنى أنه نتجاوز المسألة دي سريعا. ويعني البحر الأحمر محتاجة اعتناء وعناية خاصة. نعول على شنو يا أستاذ الشيخ؟ يعني هل نعول على فكرة الوعي فقط، ولا نعول على التنمية باعتبار أنه التنمية دي لما تكون متوازنة في كل المناطق قد لا نسمع يعني أصوات ساخطة كثيرة؟ يعني نعول على التنمية، وقبل التنمية على السلام. السلام الآن في حركات بتنتمي للشرق غير حركة الشرق اللي كانت أصلا وقع السلام، في حركات الآن حتى الأمين جزء من حركة جزء من الجبهة الثورية بيتفاوض الآن في جوبا، ويعني نعول على تحقيق السلام وبعده تحقيق الأمن والسلم الاجتماعي ثم التنمية، لأنه التنمية دي هي اللي بتقضي على كل شيء بالمناسبة، لأنه حتى هناك كثير جدا من أهل الشرق بيروا أنهم هم في الميناء الرئيسي للبلد وموانين كلها هناك، ولكن هم لا زالوا يعيشون على هامش الحياة. كان زمان الأمم المتحدة UNDP سجلت ريكورد كان للمسؤول السابق في النظام السابق محمد طاهر إيلا في مسائل التعليم، وحتى دعموه يعني في الإطار ده، هو عمل التعليم مقابل الغذاء يعني، ونجحت الفكرة وأخذوها وأشادوا بالخواجات يعني. فنتمنى أنه السلام، الأمن، السلم الاجتماعي ثم التنمية حتى نقضي على مثل هذه الأشياء، خاصة أنه بورت السودان ما أول مرة يعني تحصل فيه أحداث قبلية. يعني غير نعم قبلية ومشاكل قبلية. أتمنى أنه زي ما ذكرت السلم والأمان يعني عم رجع البلاد كلها، خاصة بورت السودان إحنا يعني آمنا فيها كبيرنا هي تكون منطقة جذب سياحي لأنها يعني قريبة جدا موقع جغرافي من البحر الأحمر، فبالتالي لقدام نتمنى أنه يكون فيها حاجة مختلفة وجديدة إن شاء الله. حراك اقتصادي.